خاصنا شي واحد يبقى يدير الانترو في بلاصتنا وحق عيقنا انا وياك. بس عافي ما اول قناه في المغرب ما فيهاش انترو فيهاش ديك اللعيبه ديال وتابونا ورخوت وديروا لايك وحنا نيشان ندخلوا بحالنا بحال البكر. اسكت ما تهضرش اسكت اسكت هي موت انا نعمي امك نقول لك نقولك اسكت هي اسكت انا نشنشط مع امك اسمع لي اوكي حماله عندي بيت بوط عندك تكوها اه هي صافي سالينا ياه. وقبل ما نبداو اخاي سيمو جبت لك عاوتاني الموقع المفضل ديالك وان اكس بيت القوق كاين الماتش نهار السبت ديال ريال وفياريال شكون عاد تشجع؟ انا مع فياريال حيت انا ماشي ريالي. المهم دخلوا شجعوا الفرق ديالكم سيت عاد لقاو في اول كومونتير دخلوا شجعوا الفرق المفضلين ديالك واستعملوا الكود برومو باش يتزادوا لك الحظوظ. ندخلوا دخل نيشا شاد الفيديو هذه يا خيسي ما قوليش هاد الفيديو هذه الفلوس تيصطم عليها هو اللي صطم عليها نصطم عليها انا كانت هذه شحال خيسي 4000 تنبقى مسح بها على الصبر ديالو كاين دابا اخي 400 ما كايناش في الجيب وحق الله لا قالوا ساكن في قزه ودفع كبير سبابي القصاير اخي المهم القصاير حرام الخوت كننصح اي واحد الا خدمتي ودير الخير وتهلا في والدي دابا كاين شي واحد تيقصر ب 200 درهم زيد الصلاه وصلي اه وصوم راه ماشي السوديسي هذا اللي طالق دابا مسكينه يلا دخلت التيك توك ما عارفه اش تطلع وقالت لك دير صدري على صدرك وخبشني ويدير الدره زعما راه ما خاصهاش تطلع حتى انت صافي تقادت انت ما بقات لا دابا لا تا والو حل الحل المعادي باش نحلل مع ديما نحلل احلل الحل يا انت قالت لك دير صدرك على صدري خبشني وعضني خبشها وبرتشني هي نسيت برتشني ايوا راه هادي برا وجوله راه شوف راه الايمان بقى في القلب راه ما بقاش في الاخوان واش بقات في الاخوان وفي تيخ الجوان اخوان وتيك توك راه ما تيتلاقاوش هاد الجوج هاد الجوج بحال الماء معضه ولكن برا وجوله انا ما تنعممش راه كاينين بنات الناس في شكل الاخوان والصلاه والعباده ما كاينش انا ما كنكون اكتيفي جمالي ما كيفوني حتى واحد ابي الفيديو ومني راه نكون فايق من النعاس ولا خارج من الدوش عاد نتوما كتجيكم سبحان الله الجم متقصون عليها صاحبي منين يكون مام اكتيفي الجم وشكون هذا راه دري هذا امير راه دري هذا بس هو ما كتشوفش ما كاينش شو سميتو ما كاينش السدب باش نفضليها ايوا شنو يضيع ليش ناضي هاد القضيه باش هذا بغيتي تملس انا قال لها زعما راك توسختي اجي نفضلك ضروري ونفضلها ظهرها نفضلها لا لا نفضلها نيشان ان هذا الشخص بحال اللي كيدير الدره خايط طحين باغي عم قادر اللي زيد اتوقع ليا شي حاجه بالرجوله لا ما خليني نحيدو شتك بستانس اخي سيو تدير واحد الحاجه دير دير ديرو بجوج تا كاع انا جاهد لك الصوت جاهد لك الصوت عاد بلا صح بدا تبرق ما والو باش حسيتي اخي سيو قول لنا احساسك الهرمونات زادوا لي كيفاش هرمونات قبل زادت فيك حاجه ماشي من تما البنات مع 12 ديال الليل كومونديت خبز معمر ويلي كنتي سحبتي ولدي فرو جاب لي الخبز معمر مخصر خرب كنتي سحبني بيتزا لا سحبي هذا خبز معمر راه هما ما قادوش لي الخبز قولي دابا نبقاو نعيطوا حنايا السناك ديالنا قولي عطيني الخبز معمر لي خبز معمر معمر بالحلبه المهم لك تتفرجوا فينا ننجي عندكم لتماكين ديروا لنا خبز معمر وانت ما ديرش فيها عويق راه كاين اللي ما تعرفش شنو بيتزا انت براسك كنتيش تعرف ما بين الكيتشوب والمايونيز ايوا صافي فلشي سكسا اوكي هذا تيك توك هذا اخي لا لا اي اللي ويل اوصوم اخي كارطو وحق الله انت مشيطه شي حاجه ما شتيهاش فين شيطه هاني يا اخي ولبسه وكل لا بس خارجه شي حاجه من شي حاجه المهم ماشي كاين المشكل هذه كانت في التواليت ما قالتش هذيك اللوره وبقى تابع الناس كيركزوا مع الشنطه كيفاش كتجر اه لا بس اسعد نفسك بنفسك ايوا ها انت الناس سيليفاتير ياخذوا هاد لاباراي هادي ناضيه هاي راه ما سبونسور ما والو ولكن عجباتنا قلنا نوريوها لكم بصح وتتمصمص فهمتي وريناها لكم انا والسيمو انتم بصحتكم بصحتكم دابا الا بغيتي تعاق قدام صحابك هي تقول لهم ويلي الدريه اليوم شرشمتني
انا وياك اش ندير انا وياك عايشين دابا انا وياك اش عايش حنا بالروش والله يخلي سلام اش ندير انا العقل واش ندير انا فراسي اش ندير ولكن الزواج هذا مجوج بيه شيماء واختي خويا امين تحياتي الله يسهل عليك الله يسهل الله يتهويك بالخير طمطمطم على صحتك جيت عند المكي باش نشوف واش عند الحليب عند الحليب جيك تسول واش عند الحليب ايوا سولي واش عند الحليب ما مخوض عند الحليب داك ما يكون رايب وانت عندك الحليب انا عندي اللبن تنبيعو حنا انا شوف انا الدعم ديالي عندي الجوده علاش عندك محل لا عندي محل اصلا ماشي مرحبا العشرين محل عندي انتم مقيد الحانوت ديال بوزكري بنت مع بنت بنت مع بنت ولات في المغرب بنت مع بنت صافي صافي يا صاحبي راه عليها الشتا ومبقاش تجيب الوقت عليها بنت مع بنت دري مع دري ايوا حنا شنو تخليو لنا نقول علاش بقينا شنو تصاحبوا وحق شوف دابا الناس اللي فيهم الرجوله خصو يتصاحب مع الجنس الاخر الجنس صافي ولا كيلقى بنت مع بنت دري مع دري صافي حنا ما بقى لنا والو حنا هنا على الرياكطي ونتفقصوا بالرجوله شوف اللي عنده شي راجل فريحرش شدي فيه فراجل اجاتك اللي كتكون صاحبته مريضه وكيعيط لها كيقول لها حبيبه نجي نبوسك غادي تبراي هي على بوش لاقم هي نسدو حنا الفرماسيانات والسبيطارات شدو شلاقمك انت يا مكون داو بهم عباد الله والله الا تقولها السي تقول تقول هذا السبب بحال هكا معاون طيح ضراف وكالكوين يقول وصافي يا حبيبي انا بغيت داك المرض اللي فيك يجيك وما عرفتش واش فيه هذاك الشيء ولا صافي هو عا المرض اللي فيه يجي المهم هذاك راه من علامات العنابه خاصك تكون عنابي الله يسهل عليك انا راه انا واحد عطينا عطيني قول لي بواحد عطينا عقل لي بواحد برا وجهه ودابا برا وجهه هذا هو باش لاقم اللي قال لك بوسك باش لاقم هذا هو الفرماسيان شويه يا صاحبي قديش مهبر الفوربه اللي عنده ما عادش وحق الله وكان هذا يعطيه لي انا والله نطحنوا عكفته نبقاو نكملوا كاملين عرفتي شنو واتش سير نيشن هذيك هي ويلا سيده طماطمات كيفاش اخي شاد الاسلوب مطماطي كيفاش البلاصه لا لا ان شاء الله لا نوصلوا دير ان شاء الله اسي واش تعرف دير بحالها شنو انا مانيني بحالها كيفاش بحالها طيح لي الضوء نشوفك اخي واش شاد في الراس على راجل اخي لا رجوله من ضغط رجوله اوكي شوف خرجتي سرت في الاول انا واخا خرجت ثاني عاط المطمط وي هذه هي احسن حل ديال الباب في العالم يعني وحق الله شتي على هذه ما كنتش نسلت من المدرسه كاع وما عمرني كنت نسقط في كاطيه هذا تيدير لها السوايه حل دخلت دخلت تيدير لها الدعم ايه تبارك الله التيران قداش نفتح لكم سونتر ندير فيه الدعم بالحق الا كانوا المؤهلات في القرايه بحالهم بحالهم يعني تكوني كتجيبي مزيان نقاطك مزيانين فوق العشرين شنو يعني النقاط مزهرين يال ايه واللبسه اللي لابسه لبسه شت الدريه ما لبسه شو الفخاد الفخاد ما عادش الدريه محسني ندير امك الفخاد تنقول لك حسن فخادك اخي ما عنديش بيك وصلنا لنهايه السؤال ديال الحلقه شنو هو اللون اللي كيعجبك انا اللون اللي كيعجبني كان كيعجبني الكحل شحال هادي ولكن دابا كيعجبني الخوزي اللون ديالو وي وي هي حتى حنا وصلنا لنهايه الحلقه الاخوان قولوا لنا اللون اللي تيعجبك كتبوا لينا في كومونتير انا بعدا كان تيعجبني الاحمر لكن انا وليت من عشاق البينك نقولها باللونجلي قولها باش باش يعني باش الناس الكبار يتفرجوا فينا باش يعني يحترموا ما يفهموش ما يعرفوش باللغوز قول قول البينك تيعجبني البينك فهمتي البينك ناضي والله تا ناضي لون تيجي واعي ماشي انا المهم انا ما تعجبني حتى لون وي والله انا كلشي انا كلشي ليجا ترونسبارون كحال الاحمر شنو ندير بحال الماكينه ديال الحصاد دايز تنحسن سير في حالك المهم العشران تهلاو في راسكم ما تنساوش غادي نديروا اللايف ديما مع 11 ديروا واحد ابوني ولايك بغيت هذا الفيديو يتفرقع تهلاو في راسكم